بالنسبة للجامع النوري الكبير، هذا المعلم التاريخي، إلى أين وصل الإعمار به؟ احنا الحمد لله المرحلة الأولى انتهت، يعني صار مدة، والآن احنا يوم 15/4 أعلنت النتائج من المسابقة العالمية لإعادة ترميم المصلى وملحق البناية الأبنية الملحقة بالجامع، حيث أنه سيتم توسيع الجامع وبناء قاعة مناسبات متعددة الأغراض، بناء معهد إسلامي عالي، بناء مدرسة نموذجية، بناء دور الموظفين، بناء متحف، بناء مكتبة، كلها سيتم إنجازها إن شاء الله بعد المباشرة بإعمار المصلى. يقولون هنالك بطء في التنفيذ. احنا البطء أستاذي العزيز هذا يحدد بعد انتهاء مدة العقد. ممكن أن نتكلم عن انتهاء خليته بالمدة. احنا العقد بعد سنتين ونص لنهاية 23 العقد. واحنا اللي نلاحظه هنا انه خلال متابعتنا لعمل اليونسكو انه اليونسكو اكو بطء وتلكو، نعم حالة حال بقية العالم كله مال كورونا، اما غير هذا ماكو بطء وتلكو. خاصة احنا يعني المنظمة تقوم بعملها بدقة، وكذلك دعم من الحكومة المحلية المتمثلة بالسيد المحافظ والقائم مقام ومدير البلدية ومدراء الدوائر الأخرى والجهات الأمنية، كلها دقة من الدعم لغرض إنجاز هذا الصرح الكبير. بالنسبة للحفريات الموجودة داخل، نحن الآن بصدد إقامة حفريات حول المنارة لغرض الوصول إلى ماهية أساس المنارة، حيث نزلنا من الجهة الغربية ما يقارب 8 أمتار، طبعا الحفر يدوي دون استخدام معدات أو مكاين، لأنه خاف على المناطق الأثرية لا 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 يعني تضرر. بدينا بالناحية الغربية، إن شاء الله الأسبوع القادم راح نتحول على الناحية الشرقية، والعمل يعني مستمر إن شاء الله لغرض معرفة الأساس حتى يبدأ الحفريات لتقوية الأساس. أولا معرفة الأساس، ماهية الأساس، معرفة الأساس، بعدين حتى نقوي الأساس حتى نبدأ ببناء المنارة إن شاء الله من جديد، وراح ترجع إلى نفس المنارة، نفس الشكل، نفس الهيئة، نفس الانحناء، طبق الأصل راح ترجع.